تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد، من الذي سيتغير، عمران خان أم باكستان؟ كلمنا قبل كده أن في زعيم جديد في آسيا هو رئيس وزراء باكستان الجديد عمران خان، وقلنا أنه قطع مسافة طويلة جدا من أنه أشهر لاعب كريكيت في العالم وقاد منتخب بلاده لأن هو ياخد بطولة العالم إلى أن هو أصبح زعيم دولة باكستان. باكستان دولة مهمة جدا في آسيا ومهمة جدا في العالم، أكثر من 200 مليون نسمة، وهي الدولة الوحيدة في العالم الإسلامي اللي بتمتلك سلاح نووي. باكستان كانت أسيرة عيلتين منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية ومنذ تأسيس دولة باكستان سنة 1947، عائلة بوتو اتكلمنا عنها قبل كده وعائلة نواز شريف، ودلوقتي حزب الرابطة اللي هو لآل شريف بعد نواز شريف في شقيقه وفي مريم بنته مريم نواز شريف، وحزب الشعب اللي قبل كده ذوالفقار علي بوتو ثم بنزير بوتو ثم زرداري جوز بنزير بوتو ثم ابن بنزير بوتو، عائلتين اقطاع سياسي واضح تماما في باكستان. عمران خان جه كسر هذا الاقطاع السياسي وظهر كنجم كبير في السياسة الآسيوية 2018. عمران خان قال ان هو عنده مشروع سواء للداخل او للخارج، كتير جدا ملايين من الفقراء، كتير من المثقفين، كتير من اللي خايفين على مستقبل باكستان وقفوا مع الزعيم الجديد حتى وصل إلى السلطة عمران خان. دورية فورين بوليسي الأمريكية الشهيرة طلعت بعنوان هو عبارة عن تساؤل مخيف، بتقول بقى مين اللي هيتغير، لكنها ما سألتش فقط، فورين بوليسي أجابت وقالت إن باكستان لن تتغير وإنما عمران خان هو الذي سيتغير. يبقى كلام عمران خان إن هيقاوم الفساد وهيقاوم المشاكل السياسية والإقطاع السياسي وكل الكلام ده مش هيحصل، هتبقى باكستان كما هي، واللي هيتغير عمران خان ولن تتغير باكستان. وتقديري أن كلام فورين بوليسي هو كلام محبط وهو غير صحيح، وربما يكون له هدف في تثبيط العزائم في دولة باكستان الشقيقة، لأنه في أمل كبير بيصطحب عمران خان وليس كما تقول فورين بوليسي إنه قد هو ليتغير ولا تتغير باكستان. الآن إلى النقاط التالية. نمرة واحد في عمران خان ومشروعه واضح تماما الوطنية، بالنسبة له واضح أن باكستان أولا، وإنه بيقود مشروع وطني باكستاني لتجديد باكستان أو لإرساء باكستان الجديدة. نمرة اتنين البراجماتية، يعني النفعية، المصلحة العملية، إيه مصلحة باكستان فين هيعملها، ما عندوش إيديولوجيا مثقل بيها، لا جزء من جماعات الإسلام السياسي ولا جزء من يسار متطرف أو يمين متطرف، إنما براجماتي مصلحته، ازاي يقدر يحقق اهداف لمصلحه السياسه الباكستانيه. والبراجماتيه في هذه الحاله هتدي سهوله حركه كبيره جدا في الساحه الباكستانيه. ثلاثه، العداله الاجتماعيه. بنتكلم على انه في مساحه من الفقر في باكستان، دوله غنيه وقويه، انما في كتير عندهم احتياجات في الشعب الباكستاني. كان عنده خطاب شعبي واضح، الوقوف مع الفقراء في باكستان. ما يجري في باكستان أو ما جرى أشبه بثورة شعبية، لكنها ثورة بدون الملايين ما تخرج في الشوارع. ما جرى تغيير جذري في تاريخ باكستان. باكستان منذ الحرب العالمية الثانية ل 2018 سياق، ومن 2018 سياق آخر أو باكستان الجديدة. ثورة حقيقية جرت في باكستان 2018 بتحطيم الإقطاع السياسي وظهور اسم جديد وفكر سياسي جديد في باكستان.
نمرة أربعة الدولة. مشروع عمران خان كما يبدو إنه في وقوف مع فكرة الدولة، مع الجيش، مع الشرطة، مع السيادة، حدود الدولة، استقلال السياسة الخارجية. هو مش جاي علشان يصارع المؤسسات، وإنما جاي علشان يواجه مشكلات، وده واضح تماما في الفكر السياسي عند عمران خان. نمرة خمسة ضبط المسار والإجابة على الأسئلة الحائرة. لما حصلت الأزمة 2015 بين باكستان والسعودية، لأن السعودية طلبت دعم باكستان في اليمن، ورئيس الوزراء وقتها نواز شريف صديق السعودية، وقعد فترة في السعودية بعد ما تمت الإطاحة به في انقلاب عسكري بتاع برويز مشرف، ومع ذلك البرلمان الباكستاني حسم إن باكستان على الحياد في هذا الصراع، وإن ما فيش دخول في الوضع في اليمن ولا انضمام للتحالف في اليمن. وبالتالي السعودية كان عندها مساحة غضب على موقف باكستان، وكتير ما كانوش فاهمين لماذا باكستان لجأت إلى هذا الخيار. مراكز الدراسات بتقول إن باكستان نفسها عندها جماعات متشددة، من طالبان للقاعدة لشبكة حقاني لداعش، وإن باكستان نفسها عندها معركة كبيرة جدا مع الإرهاب، وتحتاج إلى وجود قوة عسكرية لمواجهة هذه التحديات. والأمر الثاني إنه في صراعات مذهبية وطائفية في باكستان، لو اتدخلت باكستان في اليمن هيتم تأجيج الصراعات الطائفية اللي موجودة أصلا في باكستان. وبالتالي طبقا لمراكز الدراسات ديت ما كانش ينفع باكستان تدخل اليمن، إنما السعودية تصورت إن الصداقة مع نواز شريف ممكن تساعد في دخول باكستان إلى اليمن. طيب راح نواز شريف وراح الحزب المقابل، في زعيم جديد اسمه عمران خان، وحركة قوية جديدة اسمها حركة الإنصاف، ونخب مثقفة جديدة تحكم باكستان الجديدة الآن. ما هو الموقف؟ قبل كده جارديان قالت باكستان حائرة بين إيران وبين باكستان وبين السعودية، عندها علاقة قوية جدا بالسعودية، تحتاج السعودية، إلا إيه نفس الوقت هم جيران إيران، بترولهم من إيران والغاز من إيران، وصعب إن هم يخسروا إيران، ده بالإضافة إلى الوجود المذهبي المتعدد في باكستان. وبالتالي موقف باكستان بيبقى حائر لما تكون في مشكلة بين إيران وبين السعودية، مش عارفين يقفوا مع مين. عمران خان طلع بفكرة جديدة تجاوز بها الحيرة التي ذكرتها الجارديان، بيتكلم عن الوساطة بين إيران والسعودية، طلع نفسه فوق المشكلة وفوق الاستقطاب وفوق الصراع، واتكلم بمهارة انه ممكن يكون وسيط بين السعودية وبين إيران، وان هيكون براجماتي زي ما قلنا، ليه مصلحة مع السعودية وليه مصلحة مع إيران، مش هيخسر السعودية ولا هيخسر إيران، انما طرح مفهوم الوساطة علشان يغطي على ما حدث 2015 من حيرة باكستان بين إيران وبين السعودية. طبعا كتير في السعودية، في إيران، في باكستان، في مناطق كتير في العالم الإسلامي ممكن يتمنوا نجاح هذه الوساطة الباكستانية، وإن العالم العربي والشرق العربي ما يخشش في أتون حرب فيها بعد إقليمي وبعد عالمي، قد تبدأ ونعرف كيف بدأت ولكن ممكن تسير ولا نعرف كيف تنتهي، وده اللي يخلي كتير ممكن يقبلوا فكرة الوساطة الباكستانية بين إيران وبين السعودية مهما كانت درجة عدم واقعيتها. ستة دبلوماسية الكريكت. هو لاعب كريكت شهير جدا، كان قبل كده أشهر اسم في العالم في هذه اللعبة، مشهورة جدا في باكستان، في الهند، في المستعمرات البريطانية السابقة. بدأ يستخدم الكريكت في العمل السياسي، ما يمكن أن نسميه دبلوماسية الكريكت. بدأت مرتين مع الهند. الهند اللي هو العدو التاريخي أو الخصم التاريخي لباكستان منذ التأسيس، هو بيحاول أن يكون في حوار مع الهند والنقاش في كل شيء بما في ذلك قضية كشمير. هنا بقى استخدم دبلوماسية الكريكت مرتين. المرة الأولى في حفل التنصيب عزم كل نجوم الكريكت الهنود إن كلهم يحضروا هذه المناسبة،
وبالتالي دي رسالة جميلة جدا إلى الهند. والأمر الثاني، لما سفير الهند زاره قدم له عصا كريكت موقع عليها كل أعضاء الفريق أو المنتخب الوطني للهند للكريكت. ده معناه إن بدأ يستخدم دبلوماسية الكريكت سواء مع الهند أو مع آخرين كل الأوراق من أجل باكستان. بعد كده 7، الإيمان بالعلم. الطبقة المثقفة اللي حوالين عمران خان مؤمنة بالعلم ودور العلم، وبدأ يظهر علماء فضاء وعلماء صواريخ وناس متقدمة في موضوع العلوم التكنولوجية والتطبيقية، بدأ يبقى فيه قطاع علمي واضح تماما إلى جوار عمران خان في الحقبة الجديدة من تاريخ باكستان. إنما طبعا بيواجه جامعات متطرفة، وهذه الجامعات في الأسابيع الماضية ضربت مدارس كتيرة جدا في باكستان. يخشوا على المدرسة يحطموا هذه المدرسة، في وقت 12 مدرسة في وقت واحد ضربتها حركة طالبان باكستان. نفس الفكر، هم عندهم التعليم حرام، نفس جماعة بوكو حرام في نيجيريا. بوكو حرام هي كلمة محلية ترجمتها أي التعليم حرام، وبرضو طالبان باكستان نفس الكلمة التعليم حرام، بدأوا يضربوا مدارس في باكستان. إنما عمران خان جاي بمشروع لتطوير التعليم، مفيش خوف من حركة طالبان ولا ابتزازها ولا ضغوطها، في اتجاه حقيقي للمقاومة والقضاء عليها. في نفس الوقت في طبقة علمية كبيرة جدا بقت محيطة بالزعيم الباكستاني الجديد كما تقول الصحف الآسيوية. والنقطة التالية، الطريق والحزام. الطريق والحزام اللي هو مشروع الصين اتكلمنا عنه قبل كده، وقلنا مرة أخرى توضيح على الخريطة لأن ده موضوع مهم جدا جدا لباكستان. اتكلمنا لو باكستان بهذا الشكل، وهنا الشمال وهنا الجنوب، هنا المية المحيط الهندي، هنا الصين، هنا الصين شمالا، هنا المناطق الصناعية الهندية الصينية القوية جدا، صناعات ضخمة. بعد ما كانت بتلف من هنا من آخر الدنيا علشان تعدي كده، هم هيجوا في غرب باكستان، هذا القطاع الغربي لباكستان والصين، المنطقة دي ممتدة كده، المنطقة الصناعية، هيعملوا هنا ممر، هو ده الممر، يقطع غرب باكستان، سكة حديد وطرق مواصلات أخرى. الممر ده يوصل لميناء اسمه جوادر، اتكلمنا عنه قبل كده، هيبقى أهم ميناء في آسيا في السنوات القادمة، وممكن يأثر على مواني عربية وإقليمية. يبقى تمشي الصناعة الصينية دي كلها الطريق ده بدل اللفة دي كلها، لسببين، إن اللفة دي كتيرة جدا ومكلفة، والسبب التاني لو حصل مشكلة ببحر الصين الجنوبي هنا مع الأمريكان، يبقى عندهم قدرة على إنهم يتحركوا من هذا المكان إلى ميناء جوادر. هو مؤمن تماما إن طالما أمريكا انقلبت على تحالف الاستراتيجي مع باكستان، هو كمان لازم يمدد العلاقة مع الصين اللي هي حاطة في هذا المشروع حتى الآن 65 مليار دولار، ويؤدي إلى تنمية غرب باكستان على نحو كبير، وبالتالي هيساعد لما يكونش فيه حاضنة اجتماعية للتنظيمات الإرهابية الموجودة في غرب باكستان. والنقطة التالية وقبل الأخيرة، نمرة 9، المبادئ السياسية. الحزبين الكبار، حزب عيلة بوتو وحزب نواز شريف، الاتنين اللي كانوا كل شوية هجموا بعض، يتهموا بعض بالفساد ويتهموا بعض بالعمالة وكل اتهامات بينهم، فجأة تحالفوا الاتنين مع بعض في مواجهة عمران خان. ده يبين ان الموضوع اصلا مش مبادئ سياسية قد ما هو مصالح سياسية. كان تقدير وتقدير حزبه ان هم لا يتحالفوا مع دول ولا دول، لان ده ضد المبادئ السياسية، رغم ان الاتنين تحالفوا في مواجهة عمران خان. والنقطة الاخيرة وهي الاهم، صناعة الامل في باكستان. باكستان فيها مشاكل كتيرة جدا، والامريكان دلوقتي نتيجة الفشل في افغانستان بيحاولوا يحملوا باكستان المسؤولية في اللي حصل. بدأ الامريكان يهاجموا باكستان بقوة،
باكستان كمان شايفة أنها مستهدفة إقليميا ودوليا بدعم الجامعات المتطرفة فيها. فباكستان اللي عندها مشروع نووي عملاق وعندها قنبلة نووية، الدولة الإسلامية الوحيدة اللي عندها قنبلة نووية، قلقة جدا من الفشل وربما الانهيار. علشان كده لما الأمريكان قلبوا على باكستان بالطريقة الواضحة تماما دي في عصر الرئيس ترامب، بدأ الباكستانيين يقولوا ان احنا لو استمرنا كده هنكون في خطر كبير. عشان كده كتير من الشعب الباكستاني فكر بطريقة جديدة لفكر جديد وباكستان جديدة. ماذا يمثل عمران خان لباكستان الآن؟ الأهم هو الأمل، صناعة الأمل للدولة الباكستانية اللي عدد سكانها أكتر من 200 مليون نسمة. قلت قبل كده بأكرر، لازم مراكز الدراسات تقعد تشتغل كتير جدا. باكستان الآن ليست باكستان في السابق، وباكستان ليست بعيدة لا جغرافيا ولا في حركات الإسلام السياسي ولا اقتصاديا. وبالتالي من المتوقع أنه في 2019 هتكون العلاقات بين القاهرة وإسلام أباد في منتهى القوة، وباكستان ومصر 2019 هيشهدوا طفرة كبيرة جدا في التفاهم بين البلدين، وربما ما يقارب التحالف الاستراتيجي بين مصر وباكستان. اثنين، السياحة الأخلاقية وسيلة ضغط جديدة. شو بقى هذا المصطلح السياحة الأخلاقية؟ ممكن يأتي في ذهنك إنها السياحة المؤدبة أو المهذبة، إنما هذا المصطلح طبقا لمنظمة تم تأسيسها في كاليفورنيا، الشكل الإطاري الخارجي ممتاز ونبيل جدا. السياحة الأخلاقية المقصود بها إنك تروح تعمل سياحة في الدول الأخلاقية وما تروحش الدول اللي مش أخلاقية. طيب مين هي الدول الأخلاقية؟ معيارين، اللي هي ما بتعملش مشاكل فيما يخص موضوع البيئة، لكن السبب الرئيسي أو الوصف الرئيسي لا تنتهكش الحريات السياسية. هنا بقى دعك من موضوع البيئة، لأن كل القوى الكبرى والغربية والمتقدمة جدا هي أكتر دول تنتهك حقوق البيئة، فسيبنا من انتهاك حقوق البيئة. إنما الموضوع بقى اللي هو خاص بالحريات السياسية وحقوق الإنسان، فدي كأنها أداة ضغط جديدة لما يقولك نمنع السياحة من الدول التي تنتهك حقوق الإنسان أو الحريات. ده شيء رائع ونبيل وواجب، لكن مين اللي هيحدد مين هي الدول اللي بتنتهك أو الدول التي لا تنتهك؟ المنظمة قالت هتعتمد على المؤسسات الحقوقية الأمريكية اللي داخل فيها الغرض والهوى السياسي. يبقى إذن دي أداة جديدة غير رسمية هتستخدم ضد بعض الدول في موضوع السياحة، بمعنى السياحة الأخلاقية. السياح من كل الدول ما يروحوش الدول التي تنتهك حقوق الإنسان طبقا للمنظمات الغربية اللي بتحط قواعد انتهاك حقوق الإنسان. يبقى إذن الفكرة النبيلة قد تتحول إلى أداة للضغط وأداة للسياسة الخارجية الأمريكية. اليوم العالمي للكرواسو، السياسة والتاريخ. كلنا عارفين أكلة الكرواسو، كلمة كرواسو معناها الهلال، وهي أكلة على شكل هلال. والعالم في شهر يناير من كل عام عنده حاجة اسمها اليوم العالمي للكرواسو، هزار. إنما الجد اللي في الموضوع هو اللي بيقوله بعض المؤرخين عن أصل أكلة الكرواسو، وقد أشرنا إلى ذلك من قبل. في القرن ال17 الأتراك العثمانيين كان علم الدولة الإسلامية وقتها الهلال. فالدولة العثمانية وصلت إلى فيينا عاصمة النمسا وحاصرت فيينا، وأثناء الحصار اللي امتد طويلا جدا الأتراك مش عارفين يدخلوا فيينا، فالعثمانيين قرروا إن هم يحفروا أنفاق تحت فيينا، ومن النفق يطلعوا يفاجئوا مدينة فيينا وسكان فيينا فيحتلوها من الداخل. كانت فكرة في منتهى الدهاء عسكريا. واحد خباز رايح كده الفجر في وقت مبكر جدا، فسمع خبط تحت المخبز اللي هو فيه، فاندهش وتصور بقى ان في اي حاجة غير تقليدية، فراح للحاكم. جه الحاكم ومعاه رجاله
وأدركوا إن في حفر نفق بيجري تحت الأرض في فيينا، وحطوا الخطة إنها كمين، يعني كده العثمانيين هيفاجئوا أهالي فيينا إنهم يطلعوا من بين البيوت، هم عملوا لهم كمين إنهم يصطادوهم بمجرد الخروج من النفق. ونجحت الخطة، واستطاعت فيينا إنها تهزم العثمانيين في هذه المعركة وإنهم يرتدوا عن أبواب فيينا، ودي كانت هزيمة كبيرة جدا للعثمانيين. فالخباز ده احتفل بهذا الأمر إنه عمل فطيرة أو كعكة على هيئة الكرواسون أو الهلال، على أساس إن فيينا أكلت أو هزمت هذا الهلال اللي هو رمز الدولة العثمانية. في كلام إن الكرواسون قبل كده في معركة بلاط الشهداء لنفس السبب اللي هو هزيمة الهلال في هذه المعارك. في مؤرخين بيضعفوا من هذه الروايات، إنما ده بيبين إن الصراع الديني ممكن يبقى ثقافي، ممكن يبقى غذائي، وإنه ممكن يكون تغذية للناس بأفكار كتيرة جدا في إطار الصراع. وبدل ما إن الكرواسون مجرد أكلة لطيفة في الصباح، يصبح رمزا لصراع ديني أو لصراع سياسي جرى في أوروبا قبل قرون. الحمض النووي والعودة إلى الحياة. العلماء بيقولوا إن الحمض النووي هو أساس الحياة، ولو تمت استعادة الحمض النووي يتم استعادة الحياة. فالعلماء بدأوا يشتغلوا على استعادة الحياة لبعض الكائنات الدقيقة جدا الصغيرة جدا اللي موجودة في قلب الجليد لمدة طويلة. الصفحات العلمية في صحف العالم الكبرى اتكلمت عن تمكن العلماء في اليابان من إعادة كائنين بعد التجميد 30 سنة. الكائن ده اسمه دب الماء أو دب الماء. هذا الكائن صغير جدا، 1 ملليمتر، إنما هذا الكائن تم وضعه داخل درجات حرارة منخفضة جدا 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 تحت الصفر بدرجات كتيرة جدا، 20 درجة تحت الصفر. والكائنين دول قعدوا مجمدين ومنتهية الحياة فيهم لمدة 30 سنة، والعلماء نجحوا إنهم يعيدوهم إلى الحياة من جديد نتيجة استعادة الحمض النووي. طبعا لما نقول الإعادة للحياة لأنها فقط لله عز وجل، بنقول ده بين قوسين، بمعنى زي العلماء قدروا أنهم يجمدوا كائن ويعود للحياة مرة أخرى بالحفاظ على الحمض النووي لمدة 30 سنة وهو 20 درجة تحت الصفر. العلماء قبل كده، دي مش أول مرة، العلماء قبل كده قدروا أنهم يقعدوا كائنات 40 سنة داخل برضو التلج، بعضهم 200 درجة تحت الصفر، واستطاع العلماء برضو إعادة هذه الكائنات بعد تجميد تام لمدة 40 سنة. فالعلماء بيقولوا إن احنا ممكن نعمل ده على كائنات أكبر قدام، إن بعد التجميد ممكن مرة أخرى ترجع هذه الكائنات. طبعا ده شيء ممتع جدا بالنسبة للعلم، إنما في جانب فيه خطر حذر منه بعض العلماء. ليه؟ لأنه في المنطقة الجليدية شمال العالم وجنوب العالم، القطب الشمالي والجنوبي، في فيروسات كتيرة جدا. هذه الفيروسات موجودة جليديا خلاص مخمودة بقالها قرون طويلة أو آلاف السنين. الخوف إن اللعب في موضوع الحمض النووي واستعادة بعض الفيروسات والكائنات ممكن يطلق على العالم فيروسات جديدة خطيرة. والأخطر بقى اللي هو التقلب المناخي وارتفاع درجة الحرارة. فلما الجليد يسيل في الشمال أو الجنوب، في القطب الشمالي أو الجنوبي، ده بس مش موضوع خطر في أنه هيزود مساحة المية والغرق والفيضان وكل ده، إنما كمان جزء منه بيشير إليه العلماء في هذا الصدد أنه في فيروسات موجودة في درجة الحرارة المتدنية جدا دي في الجليد وعايشة، وهي خطر على الإنسان، بس هي موجودة تحت الجليد بقالها ملايين السنين، آلاف السنين، عشرات السنين زي ما هي. لو حصل بقى إن الجليد ده فك والجليد ده تحرك إلى مياه ورجعت الفيروسات دي للحياة من جديد زي العلماء ما عملوا مع هذه الكائنات الدقيقة، قعدوا 30 و40 سنة ورجعوا للحياة، فلو حصل تفكك في المناطق الجليدية في فيروسات زي بقى فيلم جودزيلا كده هتنطلق في العالم. هذه الفيروسات هتكون نتيجة التقلب المناخي وارتفاع درجة الحرارة. لكن ده خطر، مش عايزين نبقى
متشائمين ان ممكن يحصل، انما خلينا نتكلم في الجانب المتفائل من العلم، ازاي في علماء بيقدروا يقعدوا على بحث علمي 30 سنه و40 سنه، يحطوا كائنات جوه معامل في هذه الدرجات المتناهيه من الحراره، ويقعدوا يستنوا كل هذه السنين علشان ياخدوا نتائج البحث بعد كده. او هو فريق علمي في جامعه او مختبر، ازاي بيتعامل بكل هذه المسؤوليه لمده 30 سنه او 40 سنه علشان يصل الى نتائج هذا البحث. العلم يتقدم في العالم بلا حدود وبلا سقف. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.